طيب قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نروح للمدير التنفيذي للنادي الاهلي دكتور سعد شلبي. اولا يا دكتور ازاي حضرتك، وثانيا كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد ميلادك اولا وبمناسبه شهر رمضان الكريم. مساء الخير يا كابتن اسلام، ومساء الخير كابتن احمد. مساء الخير يا سعد بيه. طيبين دايما بصحه وسعاده. مساء الخير على جمهور النادي الاهلي ومشاهدين قناه النادي الاهلي الكرام. دكتور سعد الحقيقه يعني برضو كالعاده بنوجه شكر كبير جدا على هذا المجهود الرائع اللي من اول يوم الحقيقه زي ما كان الكابتن ناجي بيقول نحن من اول يوم بنطالب كجمهور النادي الاهلي بالتواجد في استاد القاهره، ولكن مجهود كبير جدا جدا من مجلس اداره النادي الاهلي والقائمين على هذا الامر للوصول لهذا العدد في مباراه بنعتبرها مباراه مهمه جدا 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 وصعبه جدا جدا جدا. يعني زي ما حضرتك تفضلت كابتن اسلام، الحقيقه احنا بمجرد على طول ما انتهت المباريات الماضيه سواء كانت مباراه النادي الاهلي مع القطن الكاميروني او مباراه صن داونز مع نادي الهلال، فالحقيقه النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره في الحقيقه خدوا اتخاذ اجراءات سريعه وعاجله في الحقيقه بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنيه المصريه في الحقيقه، اللي تبنت ايضا طلب النادي الاهلي بان تكون هناك حضور جماهيري بكامل ساعه الاستاد. وخلينا هنا نقول تخصيص شكر واجب لوزاره الداخليه المصريه في الحقيقه اللي تبنت طلب النادي الاهلي ولبته بان يبقى في 50,000 مشجع داخل جدران استاد القاهره في الحقيقه، ودي خطوة مهمة على طريق إن شاء الله عودة جماهير النادي الأهلي وجماهير كرة القدم المصرية لمتابعة كل المباريات داخل الاستادات المصرية. وفي الحقيقة إحنا كمان عندنا ثقة كبيرة في كل الأطراف اللي بتتولى تنظيم هذه المباريات، سواء كانت وزارة الداخلية المصرية والقيادات الأمنية، في إن هي إن شاء الله تخرج بالمباراة بالصورة التي تليق بمكانة الدولة المصرية. وأيضا إحنا عندنا ثقة كبيرة الجماهير نفسهم يا سعد بيه في فرح، زي ما الكابتن احمد ذكر دلوقتي ان جماهير النادي الاهلي دايما عودتنا على ان هي بتقدم صوره مشرفه نفتخر بها جميعا داخل الاستادات، وايضا حرصها على مؤازره وتشجيع فريقها طوال 90 دقيقه. في الحقيقه ده دايما احنا عهدنا بجماهير النادي الاهلي بالمثاليه اللي بتبقى موجوده فيها والصوره المشرفه اللي دايما بتفرج بيها جماهير النادي الاهلي وتشجيعها لفريقها بحرص وان هي تحقق اهداف النادي الاهلي. ان شاء الله احنا كلنا ثقه في هذه الجماهير الراقيه العظيمه اللي احنا يعني حريصين ان احنا نبذل كل جهد لانها تستحق ان احنا نبذل اكثر من ذلك ايضا في ان هي تكون موجوده داخل كل الاستادات المصريه. اعتقد يا دكتور سعد دي هتكون بدايه جديده لكره القدم المصريه، ان شاء الله 1 ابريل يكون بدايه جديده لكره القدم المصريه بعوده الجمهور، وكالعاده يكون النادي الاهلي كتف بكتف مع الجميع الحقيقه خلال الفتره القادمه لعوده الجمهور بهذا الشكل وباكثر من كده كمان لو يمكن. زي ما حضرتك تفضلت كده يا كابتن اسلام، دي هتكون ان شاء الله البدايه، وخلينا دايما نكون احنا كمان زي ما تعودنا من جماهيرنا بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص ان هي بتقدم النموذج والقدوه لكل الجماهير اللي موجوده داخل القاره الافريقيه، وده دايما احنا كان عهدنا بيه على مدار تاريخ النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واحد من عناصر القوه بتاعت النادي الاهلي، عناصر القوه دي بالالتزام اللي احنا دايما بنشوفه داخل الاستادات، ايضا بالتشجيع المستمر طوال 90 دقيقه زي ما انا ذكرت، ويمكن ده كان واحد من العلامات المتميزه في تاريخ النادي الاهلي، وكان سبب رئيسي ايضا لكل الاجيال اللي مارست كره القدم باسم النادي الاهلي وتحت علم النادي الاهلي. ويمكن معاك واحد من الناس الجميله اللي مارست هذا اللي نالت هذا الشرف كابتن احمد ناجي، وحضرتك ايضا مارستوا هذا الشرف، وانتوا اكثر ناس تقدروا تقدروا الدور الرائع لجماهير النادي الاهلي اللي مسددها. جماهير النادي الاهلي ايضا عندها ميزه يمكن بتميزها بشكل كبير جدا، تعرف امتى تساند فرقتها وتعرف امتى تدعم فرقتها وتعرف امتى تشجع فرقتها وتعرف امتى تشد من ازرهم، وده يمكن سمه مميزه لجماهير النادي الاهلي في الحقيقه. وان شاء الله ان شاء الله زي ما حضرتك تفضلت هتكون دي البدايه ان شاء الله في اللي جاي يكون افضل، وان احنا نقدر نعكس الدور الراقي للدوله المصريه ان شاء الله باذن الله في هذه المباراه، وربنا يوفقنا ويوفق لاعبتنا ان شاء الله ان هم يكونوا قادرين على تحقيق وتلبيه
طموحات جماهير النادي الاهلي سواء كان داخل الاستاد ان شاء الله او اللي بتتابع امام شاشات التلفزيون ان شاء الله باذن الله. دكتور سعد ايضا على الجانب الاخر اعتذر النادي الاهلي رسميا عن استكمال او عن كاس رابطه الانديه، لو تقدر تقول لنا كلمه في هذا الامر بعد قرار مجلس الاداره. يعني في الحقيقه مجلس الاداره اللي عندنا برئاسه الكابتن محمود كان حريص انه يناقش هذا الموضوع بعنايه شديده مع كل القطاعات المعنيه داخل النادي الاهلي، وكان دارس كل الظروف المحيطه في الفريق في الفتره الماضيه خلال الاربع سنوات الماضيه، ويمكن كل الناس كانت متابعه تلاحم المواسم المستمر في الحقيقه واللي القى بظلال سلبيه كثيره على اللاعبين في الحقيقه. يمكن تعرضنا لعدد كبير من الاصابات وده كنا احنا شايفينه بشكل كويس جدا، والحاجه الثانيه ان في عدد كبير من ايضا لاعبي النادي الاهلي بينضموا للمنتخبات الوطنيه، واحنا بنشرف بده ايضا وبنبقى حريصين ان النادي الاهلي يكون له النسبه الاكبر طبعا في دعم ومسانده المنتخب الوطني بشكل كبير، وبالتالي يعني كان النادي كمان بيبحث في امكانيه الاستعانه ايضا ببعض اللاعبين من قطاعات الناشئين المختلفه، ولكن ايضا هي تمر ايضا بنفس الظروف، فكان القرار اللي صدر عن مجلس الاداره هو الاعتذار عن المشاركه في بطوله كاس رابطه الانديه المصريه. طيب كده يبقى احنا لن نلعب في بطوله كاس رابطه الانديه خلال الفتره القادمه، وبالتالي اعتقد ان كل التركيز هيبقى ان شاء الله على بطوله الدوري وعلى بطوله دوري ابطال افريقيا اولا ونهائي كاس مصر اللي هم الثلاث بطولات اللي احنا بنلعب فيهم حاليا خلال الفتره اللي جايه، بس عشان نبقى الموضوع واضح لجمهور النادي الاهلي. دكتور سعد معلش هنتقل بحضرتك لجانب اخر، ويعني اخبار مقر التجمع الخامس ايه؟ يعني احنا التجمع الخامس احنا ان شاء الله شغالين فيه برضه بجهد كبير في الحقيقه، والصوره بدات تكتمل بصوره نهائيه. يمكن الملاعب النهارده ملاعب كره الطايره، ملاعب كره اليد، ملاعب كره السله، الحمد لله في الخطوات النهائيه ان احنا نستلمها من الشركه المنفذه. جميع التجهيزات البنيه التحتيه والخدمات اللوجستيه تم ايضا تجهيزها بالكامل، المنافس تم تجهيزها بالكامل، واحنا على فكره زي ما وعدنا كل اعضاء النادي الاهلي مرحله التشغيل التجريبي بدات من منتصف شهر فبراير، وبنستقبل عدد كبير جدا من الاعضاء. كمان الجهاز الوظيفي لفرع التجمع اصبح تم تسكينه كله بالكامل، ويمكن انت النهارده حضرتك اي عضو محتاج ان هو يشترك في فرع التجمع ان شاء الله يقدر يقدم اشتراكه ويحصل على خدمه الاشتراك من خلال فرع التجمع، لان اداره الاشتراكات موجوده، اداره المخازن موجوده، كل الادارات المركزيه اصبحت موجوده، اداره الامن، اداره الصيانه، اداره الخدمات، كل ده اصبح النهارده تم تسكينه بالكامل، والفرع بيمر بمرحله التشغيل التجريبي. في حاجات في الحقيقه بتعكس النجاح الكبير لهذا الطرح اللي احنا بنفتخر بيه، ويمكن على الرغم، وخليني كمان يا كابتن اسلام اتطرق لنقطه لو حضرتك اتفضل يا فندم اتفضل. احنا كمان يمكن واحنا النهارده في مجلس الاداره المؤخر في الحقيقه كان النهارده ايضا بيستعرض التدفقات الماليه للنادي الاهلي خلال الفتره الماضيه والفتره المستقبليه فيما هو قادم في الحقيقه، نتيجه لان طبعا الظروف الاقتصاديه العالميه القت بظلال سلبيه كبيره واعباء ماليه كبيره على كل المؤسسات ومنها المؤسسات الرياضيه وبالطبع استدراها النادي الاهلي. يمكن مجلس الاداره النهارده كان بيستعرض كيف يمكن ترشيد النفقات نتيجه للاعباء الماليه الضخمه التي بدات يعني يتعرض لها النادي، مش بس في قطاع محدد ولكن ترشيد الانفاق ده نتيجه للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها الدوله المصريه زيها زي اي دوله في العالم. صحيح. ده تم النهارده دراسته واستعراضه والتوجيه فيه من مجلس الاداره لكل ادارات النادي ايضا وكل انشطه النادي، سواء كانت القطاعات الرئيسيه في قطاع النشاط الرياضي، في قطاع كره القدم، في الادارات المركزيه ايضا، وان ازاي النادي يقدر ينجح ان شاء الله في خطته الاستثماريه في ظل التحديات الاقتصاديه الكبيره دي اللي ارهقت يعني كاهل العديد، نتيجه لان دي متغيرات عالميه ايضا، ومصر واحده من الدول العالم، وايضا صناعه الرياضه بشكل رئيسي النادي الاهلي بتاثر بيها بشكل كبير جدا، وبالتالي كان النهارده واحد ايضا من الموضوعات المحوريه اللي استعرضها مجلس الاداره، ازاي يقدر يتغلب على التحديات الكبيره اللي افرزتها هذه المرحله والقت بتكاليف ماليه ضخمه جدا
يجب علينا ان احنا نعيد النظر في عمليات الانفاق اللي احنا بنمر فيها في الفتره الحاليه وايضا في المستقبل القريب، ولكن ان شاء الله باذن الله احنا مستمرين في التجهيزات لافتتاح فرع التجمع بنفس الوعود اللي وعدنا بيها ان شاء الله كل اعضائنا باذن الله. كمان عندنا فرصه مهمه جدا، ويمكن ده من خلال منصتنا الرئيسيه او برنامجنا الرئيسي في قناه النادي الاهلي برنامج حضرتك، احنا عندنا فرصه ان الناس تقدر تشترك في خلال الفتره اللي جايه وتلحق الميزه اللي قبل ما يتم تطبيق الاسعار الجديده اللي تم اعتمادها من الجمعيه العموميه، ويبقى في استفاده من السعر الحالي اللي احنا بنستقبل بيه اشتراكات الاعضاء اللي عايزين ينضموا لعائله النادي الاهلي. ده هيبقى لغايه امتى يا فندم؟ قدامنا ان شاء الله في حدود شهر ونص ويتم تطبيق الزياده اللي تم اقرارها من قبل الجمعيه العموميه، لكن احنا تقديرا للظروف اللي ايضا بيمر بها الاقتصاد العالمي وبطبيعه الحال الاقتصاد المصري، كنا اجلنا تطبيق قرار الجمعيه العموميه حتى بدايه العام المالي الجديد، وده خلاص احنا تقريبا بنتكلم في حدود شهر ونص شهرين بكثير، وهيتم تطبيق دي زياده قدرها 100,000 جنيه، ففرصه ان الناس اللي عايزه يعني تنضم للعيله الكبيره عيله النادي الاهلي يبقى عندها فرصه للاستفاده من هذا القرار. طيب اخيرا يا دكتور قبل ما اسيب حضرتك، فيما يخص تذاكر المباراه، هل تم الاتفاق على اي شيء فيما يخص التذاكر ولا لسه قدامنا شويه في هذا الامر؟ يعني احنا على الرغم ان احنا لسه مخلصين مجلس الاداره من ما يقرب من 40 دقيقه بالظبط، احنا ما مشيناش من النادي لان كان الكابتن محمود حريص ان احنا ناخد الاجراءات بتاعتنا بشكل سريع جدا طبعا. احنا تواصلنا مع الشركه المالكه للحقوق في الحقيقه، وايضا هي المسؤوله عن توزيع التذاكر، وبعتنا لها الاعداد وفقا للاتفاق الأمن مع الجهات الامنيه في الحقيقه في كل الدرجات اللي موجوده في الاستاد، سواء كانت المقصوره الرئيسيه، سواء كانت المقصوره الاماميه، سواء كانت الدرجه الاولى يمين، سواء كانت الدرجه الاولى شمال، سواء كانت ايضا الدرجه الثالثه شمال، الدرجه الثالثه يمين، وبعتنا لهم النهارده الاعداد دي لسه من بالظبط من 40 دقيقه بعتنا الكلام ده اهوت، وعندنا اجتماع في الصباح الباكر مع الشركه ان شاء الله لاخذ الترتيبات النهائيه وما يتعلق ب يعني اتاحه التذاكر من خلال منفذ شركه تذكرتي ان شاء الله. ان شاء الله دكتور سعد، ومره اخرى يعني كواحد من جماهير النادي الاهلي انا بشكر حضرتك وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي على كل هذا الجهد الكبير، ولكن احنا عندنا جمهور يستحق الحقيقه كل هذا الجهد يا دكتور سعد. اكيد زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، عندنا جمهور وعندنا اعضاء تستحق ان احنا نبذل كل غالي وثمين في سبيل سعادتها، لانها هي الدعم وهي السند وهي دايما اللي بتخلينا ننجح وهي اللي بتخلينا دايما نكسب، فاحنا عندنا استعداد ان احنا نعمل كل شيء في سبيل اسعاد جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا دكتور سعد على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والحقيقه لخص لنا كل الامور طبعا. كابتن ناجي